دي. طيب بصي، عشان نقصر الموضوع ونخلي الناس تفهمه كده معانا خطوة خطوة، احنا عندنا 5 نقط. النقطة الأولانية تعريف التحرش. يعني ايه تحرش؟ التحرش نفسه بينقسم إلى 5 أنواع برضو أو 5 درجات. بيبتدي من ايه؟ مش لازم اقولهم كلهم، بس بيبتدي من ايه؟ في حاجة اسمها تحرش افتراضي، أو تحرش هي اسمها بوتنشال. أنا مش عارفة الحقيقة أترجم اللفظ نفسه. بوتنشال يعني ايه؟ يعني انا بوري الطفل ان انا ممكن اتحرش بيه. عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا ان انا اتحرش بواحد اكبر منه، او بواحد زيه زميله، او انه مثلا يبقى في حد بيعمل حاجه توحي بالتحرش الايحائي. التحرش الايحائي، وده مجرم على فكره. ماشي. الحاجه التانية اللي هو يعني التحرش يعمل حاجة قدامه مش يعمل فيه. حاجه قدامه مش فيه بالظبط، بس تعني ان هو ممكن يعمل ده فيه. يعني كده بيوصل معلومه لهذا الطفل ان هو ممكن ده يتعمل فيه. خلاص. فده اللي هو بوتنشال، ممكن نسميه ايحائي او افتراضي او حاجه. التحرش التاني التحرش اللفظي، ان هو اقول للطفل ده كلام مش ده الطبيعي ان هو يسمعه طفل في سنه، والكلام ده يكون له مغزى جنسي. التحرش الثالث اللي هو التحرش البدني الثانوي، اللي هو مش في الأعضاء الجنسية ولكن في الجسم بشكل عام، ومش في الأماكن اللي طبيعي إن الواحد بيتواصل بيها. يعني مثلا مش زي ما بنسلم على بعض بالإيد، أو مثلا بيلعب له في شعره زي حد كبير بيتعامل ده مع الواحد طفل. بقى يخاف حتى من اللعب في الشعر يعني دلوقتي. بس إيه يعني بشكل عام؟ لا، مثلا لو دخل إيده تحت الهدوم، لو مثلا مسكه من بطنه، من ظهره، يعني الأماكن اللي هي مش يوجوال، مش في السياق الطبيعي. التحرش الرابع هو التحرش الجنسي الظاهري، يعني ان هو له علاقه بالاعضاء الجنسيه ولكن بدون اجراء فعلي او بدون ممارسه فعليه. والتحرش الخامس اللي هو الاجراء الفعلي، الريب اللي هو الاغتصاب. فده تعريف التحرش. تمام. فانا بقول كده ليه؟ لان هو في احيانا بيبقى في بعض التباسط في درجه من درجات التحرش. فاحنا ده برضو طالما احنا جينا هنا وبنتكلم على الموضوع ده يبقى بالتفصيل، لازم نحذر من حتى البسيط خالص من اللي بسيط الناس خالص يتخيلوا انه مش مشكلة ويعدي. بالظبط كده. ده اللي هو الديفينيشن او التعريف. النقطه الثانيه، احنا خلصنا اول نقطه من الخمسه عشان نتابع مع بعض. النقطه الثانيه ان هو البريفنشن او الوقايه. نقي اولادنا ازاي؟ نقي اولادنا ان احنا نعرفهم ان في اماكن محرمه في الجسم ممنوع حد يجي ناحيتها، حتى لو اماكن عاديه. مثلا في اطفالنا بيروحوا يلعبوا سباحه، ايوه طبعا. خلاص، ولكن ده مش معناه ان هو جسمه ده مستباح. جسمه حتى اللي باين بره المايو، حتى الجزء اللي فوقاني يعني اللي باين بره المايو، احنا بنتكلم على الاولاد، على الصبيان برضو، ده لا يعني مش طبيعي ان حد يمسكه او حد يعني يمسكه منه او يركز فيه او كده. المفترض ان ده ملكيه خاصه لكل واحد. الجسم ده ملكيه خاصه لكل واحد، وما ينفعش ان حد ياخد منك حاجتك بدون اذن او بدون داعي. تمام. فده الوقايه اللي هو اول حاجه بالتعريف، ان احنا نعرف ولادنا الكلام ده. خلاص. طب الوقايه بايه يعني تاني؟ انا بنتي مثلا او ابني اقول له ايه؟ قولي في له، حته الحته دي ما حدش يلمسها، الحته دي ما حدش يلمسها، قولي له الحته دي ما حدش لو جه حد مسك المكان ده، وارسمي له كده حتى على ورقه. ورق. كان في حاجه كانت عاملاها السايكولوجيست الجميله شيرين خليل من كام سنه، من حوالي 20 سنه، كانت اللي هي المنطقه المحرمه. هي بتعلم الاطفال ان هو في مثلث مقلوب من قدام ومثلث عدل من ورا. فكانت بترسم لهم الكلام ده على التشارتس او على ورق، وبتقول لهم المكان ده محدش يجي ناحيته. خلاص. اللي عايز يمسكك ممكن يمسكك من هنا، زميلك مثلا في فريق السباحه يمسكك من هنا. تمام. بس من المثلث المقلوب من قدام، اللي هو الكتاف من فوق وايه نزل على البطن. نازله على من تحت الاعضاء الجنسيه، ومن ورا بدءا من تحت المؤخره اللي هو قاعده المثلث، وطالعه على الراس من يعني من الرقبه من ورا. تمام. فاحنا لو مشينا القاعده دي هنرتاح، ونوري للاطفال ان اللي يمسكك من هنا هيبقى غرضه مش مظبوط. تمام. فدي الوقايه، ده اول حاجه في الوقايه. الوقايه برضو الايتم التاني في الوقايه الحوار. تمام.
الحوار بتاعنا اخباره ايه؟ ما احنا عشان نعمل كده انت بتقولي ايه؟ اقول لابني اوعى حد يعمل كده؟ لا خالص، دي كده دي احنا بنتكلم في السياق ان هو ده الطبيعي، زي ما انت عارف ان ما ينفعش تكذب وما ينفعش انك انت مثلا ما تصليش وما ينفعش كذا، نجيبها في السياق بس نبقى ايه تركيزنا في المساله دي عالي ونكررها كتير ونتابعها ونبين ان احنا مهتمين بيها سنه زياده. تمام. الحاجه الثالثه انه احنا نبقى في تواصل ما بيننا وبين ولادنا، التواصل ده ما يبقاش فيه رهبة.